تقديما فتحت البوابات لاندفاعة هذا الشوط الكبير كأس اسطبلات الخالدية الدولي جروب 2 في الميادين العالمية. متابعين الكرام، متابعي الإثارة أينما كنتم، انطلقت لدينا 8 أسماء متنافسة للبحث عن هذه الكأس الكبيرة. الانطلاقة بدأت مع نديم الملوك الخالدية في المركز الأول بالشعار الأكبر على مستوى العالم، بالشعار الأفضل على مستوى العالم. المتابعة من حمداني خالد الخالدية في المركز الثاني من المسار الخارجي، ولدينا أيضا هنا لدينا في هذا الحضور أمير الشام في المركز الثالث متابعينا، وأيضا جمران الخالدية. شعارات الخالدية تسيطر على الموقف، تسيطر على المشهد في هذا الشوط الكبير، هذا الشوط التاريخي العظيم، شوط الجروب 2 في الميادين العالمية. هنا ما شاء الله تبارك الله نديم الملوك وعلى طريقة الكبار، الاسم الفخر، الاسم الفاخر، الاسم الفخر أيضا، الاسم الفخم ما شاء الله تبارك الله يقود هذه الأسماء، أسماء الخالدية تحلق بعيدا، أسماء الخالدية هذا الشعار الكبير تحلق وحيدة ما شاء الله تبارك الله على هكذا حضور نديم الملوك الخالدية. أولا حمداني خالد الخالدية، ثانيا جمران الخالدية، ثالثا شوط كبير لا يليق إلا بالكبار، شوط النخبة، شوط النخبة، النخبة على خط النهاية. نديم الملوك، وأي نديم أنت يا نديم، ألف مبروك سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، هذا الانتصار المميز، هذا الانتصار الكبير، هذا الانتصار الذي